فريد فاتا طبيب عربي هز الأوساط الطبية في المجتمع الأمريكي. ولد فريد في لبنان في عام 1965 ودرس أمراض الدم والأورام في كلية الطب هناك، وفي عام 2003 هاجر إلى أمريكا ليمارس مهنته على نطاق أوسع. حقق الطبيب اللبناني في بلده الجديد شهرة واسعة، وسرعان ما حصل على جنسيتها، وخلال أعوام قليلة افتتح نحو 7 مراكز متكاملة لعلاج الدم والأورام في مدن مختلفة، واكتسب سمعة طيبة كأحد أفضل خبراء السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. ظل فريد في تصاعد مستمر حتى جاءت الصدمة بتقديم أول شكوى ضده، إذ اتهمته سيدة بتشخيصها خطأ بالسرطان وإعطائها كمية كبيرة من الكيماوي دون سبب. من هنا حامت الشبهات حول اسم فريد فتى، وتحول من طبيب مرموق إلى طبيب مثير للشكوك. في عام 2010 ذهبت ممرضة مخضرمة لإحدى مراكزه لتتأكد من صحة نهجه العلاجي، وبمجرد أن اطلعت على بعض الممارسات لم تصدق عينيها، وسرعان ما تقدمت ببلاغ للشرطة تتهمه بإخضاع المصابين لجلسات كيماوي بكميات مهولة. ولكن وقتها لم تستطع السلطات المحلية إثبات التهمة عليه وأغلق المحضر. كل هذه الادعاءات جعلت طبيباً في إحدى مراكز فريد يبحث وراءه ويفتش في سجلات المرضى ليطلع على نسب إصابتهم بالسرطان ويعرف إلى أي مدى كانوا يحتاجون عمليات أو جلسات إشعاع وكيماوي. والمفاجأة أنه وجد أغلب السجلات لأشخاص لم يكونوا مصابين بالسرطان من الأساس، كما وجد أن فريد مشطوب من نقابة الأطباء اللبنانيين منذ عام 2008 لقيامه بأفعال مشينة. بلغ الطبيب الشرطة، وبعد التأكد من صحة كلامه تم اعتقال فريد على الفور، وبعدها انهالت عليه بلاغات من ضحاياه الذين وصل عددهم إلى 533 ضحية. اتضح أن فريد كان يوهم الأصحاء بإصابتهم بأنواع نادرة من السرطان، كان يضخم حجم معاناة المصابين بأورام بالفعل، وذلك ليستغل رعبهم وحالتهم النفسية ويخضعهم لعلاج وعمليات باهظة التكاليف بهدف كسب ملايين الدولارات من ورائهم. تسبب جشع الطبيب اللبناني في وفاة بعض الأصحاء بسبب علاجه المدمر، كما تسبب في حدوث نتائج كارثية للبعض الآخر. انهار فريد في المحكمة أمام شهادة ضحاياه وذويهم واعترف بخطئه، وقال: لقد أسأت استخدام مواهبي بسبب حب السلطة والجشع. وفي عام 2015 حكمت المحكمة على الطبيب اللبناني بالسجن لمدة 45 عاما، كما صدر نحو 18 مليون دولار أمريكي من أمواله وجزءا من ممتلكاته لدفع تعويضات الضحايا. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن مدة العقوبة التي وقعت على الطبيب اللبناني كافية؟